موسم الصفعات عاد، بس المرة دي مع محمد رمضان، والعنوان ألم بألم أو صفعة بصفعة. في الفيديو بنشوف النجم محمد رمضان ماشي في الشارع وجمهوره متجمع حواليه، وبنسمعه بيقول هات الموبايل لشاب. يعني ومفيش ثواني محمد رمضان بيضرب الشاب الألم، والشاب بلحظتها بيرد له الألم. خلينا نشوف الفيديو سوا. ردة فعل الناس بعد انتشار الفيديو تبين، في اللي أيد اللي عمله محمد رمضان، وفي اللي شاف انه في الموضوع انه يعني بشكل او باخر. وخلينا نقرا شويه من الكومنتات اللي كانت موجوده. علي كتب معرفش ايه الموضوع، بس ألم بألم هو الصح. اما محمد الجمل كان ليه تعليق يعني بيبدو عليه الحكمه شويه، كل ساق سيسقى بما سقى. واخر تعليق كان هيكون لادهم قال جعفر العمده مكمل معانا.